السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس كتاب جيت سمارت فور للصف الرابع. النهارده ان شاء الله معنا درس البروجكت كتاب الطالب بيج 49 صفحه 49. اكتيفيتي 1 وات ديد توني ايت يسترداي. ليسن اند ريد. بيحكي عن الاشياء اللي اكلها توني يسترداي بالامس. ليتس ليسن ذن ريد. موديول 5 بروجكت اكتيفيتي 1 وات ديد توني ايت يسترداي. ليسن اند ريد. Health. Yesterday, I had a bowl of cereal with milk for breakfast. For lunch, I had meat with salad. After school, I played football for 1 hour. In the afternoon, I had a bowl of fruit salad. For dinner, I had a plate of pasta with vegetables. I had some ice cream for dessert. At night, I slept for 10 hours. Yesterday was a healthy day. طبعا الموضوع متعلق بهيلث، الصحة. توني بيتكلم بيحكي yesterday I had a bowl of cereal with milk for breakfast. ده كان فطوره، اللي هي يعني صحن كده ما يشبه الصحن، bowl من الكورن فليكس. For lunch I had meat with salad. اتغدى لحم مع سلطة. After school I played football for 1 hour. بعد المدرسة لعب كرة لمدة ساعة. In the afternoon بعد الظهر I had a bowl of fruit salad. تناول أيضا الفروت سالاد، سلطة الفواكه. For dinner I had a plate of pasta with vegetables. I had some ice cream for dessert. أما بالنسبة للتحلية بعد الأكل تناول آيس كريم. At night I slept for 10 hours. في الليل نام 10 ساعات. Yesterday was a healthy day. بيعتبر أن أمس كان يوم صحي لأنه تناول أكل صحي، فروت سالاد، ميت وذ سالاد، أكل التحلية والفطار والصباح، ميلك وذ سيريال أو سيريال وذ ميلك. It was a healthy day. Activity 2 read again and fill in the table. هنحكي اللي قرأناه عن توني يسترداي بالأمس، ماذا فعلوا بالأمس، وهنكمل الجدول ده الأشياء اللي أكلها يسترداي. What Tony had. ماذا أكل؟ For breakfast, lunch, snack, dinner. طيب food طبعا عندنا نوع الطعام او الغذاء، activity والنشاط اللي سواه. How much Tony needs، بيحتاج قد ايه من هذا الشيء. How much Tony had ordered، ماذا يحتاجه وماذا تناول، يعني ما بين ما حدث وما هو مطلوب. For breakfast he said I had a bowl of cereal with milk، هذا كان فطاره، cereal with milk. For lunch meat with salad. For snack he said a bowl of fruit salad. Yes. For dinner, pasta with vegetables. Yes. And ice cream for dessert. الأكل أو الطعام ممكن يحتوي على greens، حبوب، vegetables، خضروات، fruit، فواكه، milk، meat and beans، بقوليات ولحوم، exercise، التمرين أو التدريب، وسليب، عدد ساعات النوم. How much Tony needs؟ ماذا يحتاج توني من هذه الأشياء؟ بالنسبة للحبوب، 6 slices of bread، 6 شرائح من الخبز، or 6 cups of cereal، or 3 cups of rice، or 3 cups of pasta. أي واحد منهم، or يعني بيخيرك، معك خيارات، ممكن تاخد أي من هذه الأشياء علشان تستفيد بالنشويات أو الكربوهيدرات أو القيمة الغذائية الموجودة في الحبوب. بالنسبة للvegetable 2 or 3 cups a day، a fruit 1 or 2 cups، milk 3 cups of yogurt or 3 cups of milk or 3 pieces of cheese. أي واحد من هذه المكونات بيؤدي الهدف أو الغرض أو القيمة الغذائية المطلوبة من الحليب. بالنسبة meat and beans، a piece of meat، قطعة أو شريحة من اللحم، chicken أو الدجاج، or fish أو الأسماك، or 2 cups of beans أو كأسين من البقوليات فيها نفس القيمة الغذائية. بالنسبة للتدريب exercise 60 minutes every day، على الأقل ساعة يوميا 60 دقيقة. بالنسبة للنوم 10 hours every night، 10 ساعات في الليل. هذا النظام الصحي healthy day، اليوم الصحي. طب بالنسبة ل how much Tony had or did، ماذا تناول من هذه الأشياء؟ He had 2 cups of cereal in the morning، 2 cups of pasta for dinner، بالنسبة للعشاء 1 cup of salad، 1 cup of vegetables، أيضا كان على الغداء والعشاء 2 cups of fruit، هذه تناولها كسناك، وجبة خفيفة كده في الوسط بين الوجبات، سناك اللي هي الوجبة الخفيفة بين الوجبات الأساسية اللي هي breakfast، lunch، dinner. هذه الوجبات الأساسية breakfast الفطور، lunch الغداء، dinner العشاء، بينهم ممكن يكون بعض السناكس.
two cups of milk تناول كاسين من اللبن one cup of ice cream a piece of meat what else for exercise what did he do ماذا فعل one hour of football لعب كرة لمدة ساعة how many hours did he sleep كم عدد ساعات النوم He slept for 10 hours. نام 10 ساعات يعني حقق التارجت المطلوب. نام 10 ساعات يعني حقق التارجت المطلوب. Writing tip, write a health log. What did you have? نفس الأسئلة اللي جاوبنا عليها. What did you have for breakfast? تناولت إيه على الفطور? Lunch, snack, dinner yesterday. How much did you have from each food group? How much did you exercise? مقدار التدريب أو النوم. Was yesterday a healthy day? هل ده بالنسبة لك كان يوم صحي or not? You can answer these questions. Workbook tab النشاط page 43 صفحة 43. Activity 1 look and write about what you ate or did yesterday. هذا خاص بك انت اكتب الاشياء الخاصة بك زي ما كملناها عن توني كملها عن نفسك. What did you have for breakfast? تناولت ايه على الفطور for lunch as a snack كوجبة خفيفة for dinner. طبعا هنا الكمية المطلوبة من الواحد ياكلها في اليوم انت اكتب لنا هنا ايه اللي عملته من هذه الاشياء يعني عندك مطلوب من الكربوهيدرات ممكن 6 slices of bread or 6 cups of cereal or 3 cups of rice or 3 cups of pasta ماذا تناولت من هذا النوع اللي هي الكربوهيدرات also for vegetables fruit milk meat and beans exercise and sleep do the same like student book ممكن ترجع للجدول اللي عملناه في كتاب الطالب مره تانية وتستعين به في انك تكمل الجدول الخاص بك Activity 2 now compare what you had or did to what you need and write a log. أيضا نعيد الكلام بشكل آخر بصياغة أخرى لكن في صيغة جمل وليس أرقام أو معلومات سريعة. Yesterday morning هتحكي نفس الأشياء yesterday morning أمس في الصباح I had a bowl of cereal with milk. For example for lunch I had meat with vegetables or salad. After school I had a bowl of fruit salad. I had two apples, one orange. I had ice cream for dessert. I need or I don't need to eat more. I need to eat more vegetables, more fruit. محتاج أكل خضروات زيادة, فاكهة زيادة. Or I don't need. ممكن ما أحتاج. Yesterday was or wasn't a healthy day. بالنسبة لك حدد هل أمس كان يوم صحي ولا لا. ده كان درس النهاردة. Thank you so much. نشوفكم إن شاء الله في درس جديد. Goodbye.